قصي بن عبد العزيز الفواز كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الدورة القادمة بإذن الله، ومعه قائمته الانتخابية، متمنيا له إن شاء الله اللجوء بالتوفيق والسلام. طرحت على مسلم عمر رئيس الرابطة قبل كم يوم سؤال، أعيد لك السؤال بصيغة أخرى. اليوم أنت تجلس على كرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لأول مرة في مشوارك وتاريخك العملي، وبدعم من سمو سيدي ولي العهد، وأيضا وجود شخصية بحجم تركي آل الشيخ. هذا سوف يزيدنا إصرار وطموح لتحقيق نتائج إيجابية إن شاء الله للكرة السعودية في المستقبل. إذا توفرت هذه الإمكانيات كلها أخوي ماجد، فما يبقى لنا إلا أن نعمل ونعمل ونعمل لتحقيق ونقل الكرة السعودية للمكان الذي تليق فيها. أول شيء نبارك لهم وإن شاء الله أنهم قد المسؤولية وأكثر بإذن الله تعالى. إن شاء الله أن الاتحاد ينقل الكرة السعودية بصفة عامة ومشاكلها وأحلامها إلى مراحل إن شاء الله بإذن الله تعالى أفضل. إن شاء الله التوفيق، وأن إن شاء الله يقدم المأمول، وهذا إن شاء الله اللي متعودين عليه. حنا إن شاء الله راح نكون مع سند بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق ما نصبوا إليه دائما لرياضتنا الغالية. قصي الفواز، في ناس تقول انه جديد على الوسط، ما انتم متخوفين من هذا الجانب؟ لا لا، انا بصراحه اقول ما هو بعيد، لانه اصلا مع القياده الرياضيه بشكل عام متواجد على طول، لذلك اعتقد انه عنده خلفيه تامه عن كل الانديه، وعنده خلفيه تامه حتى عن العمل داخل الرياضه. كل ما اتمناه من الاتحاد القادم العمل على تنظيم الوضع المالي للانديه وتدفقات، وأيضا دعم الرابطة. اللي بقوله أن اليوم لابد أن يكون لدينا خطط لتعزيز الموارد المالية لاتحاد السعودي لكرة القدم. شركائنا لابد أن يكون لنا علاقة مستدامة معهم وبشكل طويل الأمد حتى نستطيع تحقيق الاستقرار المالي. هذه من الأشياء اللي سوف نعمل عليها، وهذه من أهم الملفات اللي سوف نعمل عليها إن شاء الله. أول ما ندخل عنصر النسائي في تاريخ اتحاد القدم، عنصر النسائي لديهم من الكفاءة ولديهم من القدرة ولديهم من التجربة اللي اليوم داخلي معنا في الاتحاد، اللي احنا نؤمن ان شاء الله سوف يضيفون بعد اخر لاعمال الاتحاد السعودي لكرة القدم. والله ان شاء الله انه تكون اضافة لاتحاد كرة القدم، واكيد ما استعين بهذه الشخصيات اللي عندها تجربة وخبرة، و ستشارك ان شاء الله في هذه المسيرة وتحقيق الأهداف اللي احنا نبغاه نتطوره. يعني 20-30 لابد يعني بكل يعني الرجال والنساء، والحين ان شاء الله باذن الله في تطور احسن واحسن باذن الله. الجانب النسائي اليوم هو شريك في شتى المجالات، وبيكون له في المستقبل عدة يعني بيكون له دعم كبير، وبيكون قريب من اكثر المجالات سواء الاجتماعية او الرياضية. المرأة اليوم والرجل والمرأة بيكونون داعمين إن شاء الله لتطوير هذه الرؤية بإذن الله تعالى.